بحب مريم ومريم تحبني. اركب العجله يا مريم. خلاص يا مفضوح، خلاص فضحتنا في العماره، العماره كلها عرفت نجمنا على مريم. الله يخرب بيتك، ده ابوها لو سمعك هينزل زمان نازل لك، ماليش دعوه. والان مع المفاجاه لبس سوبرمان. يا ماما هاتي لي لبس سوبرمان، طلبته له من على النت. بصوا وريهم الجمال والحلاوه والطعامه. ايه هتطير ولا ايه؟ يا ماما ما طيرش والله يا ماما. قوم رفع. ايوه اتفضل. ستاربكس. ستاربكس ده عايز طعم ايه؟ طعم اتفضل يا عم. بقول لك ايه، وريني المجموعه اللي جنبه دي كده. مجموعه؟ اه شويه. خد الاستاند كله. 1 hour later. بقول لك ايه، اخر مجموعه عندي هما، تتحكنيش بقى. بص هما حلوين بس للاسف مفيش حاجه عجبتني. انا بتقصد ايه حضرتك يعني؟ بص اخد لفه كده ماشي؟ تاخد لفه وجيل. لا استنى، ده اللي هلف لك وجيل. خد يلا. حضرتك هيكون مين يعني؟ انا ما اكيد هو. بس يا مش انا يا ماما، مكتوب على الحيطه جوه اخويا الكبير اللي عمل كده. ايوه صح، انا شفت جوه مكتوب على الحيطه كده البحر، اخويا الكبير هو اللي عمل كده. ايه بقى؟ بص الوش عامل بيقول كام؟ اخويا الكبير هو اتفضلي اتفضلي. والله والله لا. ايه يا عم انت بتتاكل ايه؟ ايه يابا انا جاي نفع. يا صاحبي انا بتكلمك، انا حد يخش المكان جوه المحل. اقول لك ايه يا زميلي؟ طلع ايه يا عم انت؟ تخلص التليفون ده. ده بتاع مين التليفون ده يا صاحبي؟ تليفون انا يا صاحبي؟ هو انت بتخونني؟ خونك يا عم، انا اعرفك اصلا. اه وبعدين تليفونك يا صاحبي وحاطط لي صوره واحده. ده مين دي؟ دي 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 الجماعه بتاعتي يا صاحبي. دي الجماعه؟ ما تفوق يالا في ايه؟ بقول لك الجماعه بتاعتي. خلاص يا عم ما كنتش اعرف في ايه. افتح التليفون. مش عارف النمط. النمط؟ اه طب يا صاحبي ما بياخدش تليفونات مسروقه. ايه ما بتشيلش تليفونات اصلا؟ يا شو بتروح فين؟ مسروقه يا عم مال؟ ابو غبابتك. يلا يا عم بتروح فين؟ ماشي. هي دي اللي بتلسع، ده انا هنفخهم عندي في الفصل. اه تافه. تدور على المسطره اللي توجع صاحبك اكتر؟ لا تعالى بقى. برشام؟ تنفع بابا انا هاخد دي. هو اي حاجه هتعبك بيه؟ بتنفع جدا في البرشام في ال بال تبقاش ميالا في الخواطر. انا باجي ازيك كده باكل الخواطر فيها، هتنفعني هتنفعني. خواطر يا كداب سمعتك، هات برشم خد. يعني بقى كلامي ده كويس عشان ما يبقاش طلعت الشهر ده ان شاء الله. انا اروح براحتي في اي حته انا عايزها. كلمه مصروف يا حاج البيت مش عايز اسمعها من هنا لاخر الشهر. اي حاجه من اخر ما بطلعش مطلع. طب خلاص طب خد بسرعه رجع الاسجل ده مكانه. انت مش هقول لك يا اسطى ايه هي عشان بجد طلعتها فين. انت عارف دماغي ده غبيه فصعب ان عينك تيجي في عينيا. خلصت؟ على فكره امك معاها الموبايل بتاعك. نعم؟ مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح وبتتفرج على الصور كمان. يا ولد انت دلوقتي اتفرجي عليا. انا ملك الزهر. طب انت رايح فين؟ بقول لك ايه، لو امك سالت عليا قول لها سافر بعثه اسبوعين 3 4 5 كده لغايه لما تبقى تيجي، ولو ابوكي سال قول له هرب. عندك. اطلع يا اخويا، اطلع بيه. اطلع بيه يا امي. استعبطني الكتكوتين، اطلع منهم مخبيهم في جيبك. على فكره كنت داخله ادفيهم. تدفيهم عليا النعمه انا خلفيتي قبل لو عارفاك، كان مش بعيد تخش تعومهم معاك في البانيو وانت بتستحمى. هات يا ابني. طب خلوني جعان، خلوني جعان، انا مش هاكل. خلوني جعان، خلوني جعان لغايه ما حد يبعت حوت. انا مش واكل اهو الاكل اهو، مش واكل لغايه ما حد يبعت حوت. انا عايز حوت دلوقتي. الحاجه الحاجه يا رب سرحنا على الفضائيات، مش عايز اكل غير لما يجيلي حوت. وده جابوا لي منين ده؟ تمام ماشي ماشي، الجوله دي ليك بس هنشوف بعد كده. هنشوف ماشي يلا اللي بعده. وكان البحر موزق وانا قلت امي الباب بيخلص بسرعه عليه مش فاضي كده زفت. تمام تمام برافو. مش كل جوله على فكره، بقول لك يا جدعان حد يجحفله بسرعه. حد يجحفل؟ لا جحفلوني انا، عايز اجحفل دلوقتي حد بسرعه. يجحفلك يا نهار اسود على حد. انا مش عارف ايه اللي بتقوله كام بحر انت ده؟ مين ده اللي هيجحفل؟ بقول لك على حد انا اللي هجحفلك. ايه؟ لا ثانيه واحده بقى يا جدعان، دي فيها قسم انا هتنزل وهوريك ابويا وهو بيجحفلني. وكان البحر اللي معدك ضبط، بقول لك على حد خليه بقى يتفرج وانا بجحفلك. بس يا امي دي هتبقى فلوسها بعد مصاريف الشهر، والله العظيم هتبقى حلوه وهتفيدنا كلنا. لو عايزها حضرتك استخدميها براحتك. ماشي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. يا واو يا واو عشان خاطري والنبي بلسع بتحايل على حضرتك. انت عبيط يا بهرتك. ماشي
بس يا ابو حضرتك مش فاهم حاجه، زي ما حضرتك بقول لك على حاجه وتيجي بعد كده تقول لي ربنا يسامحك. جدع يا حاج. ثم الغسيل الصبح ولا هي حبك كده عشان كلب بحر الصغير؟ ربنا اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر مشابك صح؟ بصراحه اه. طب روح هات. طب ما حضرتك بس عشان انزل اجيب؟ لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا عم؟ الدنيا ايش يا هون بشبك اهو. ايه ده؟ ما تاكل يا حبيبي ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا كلب البحر، كل ما تجيبليش الكلام، كل. حاضر يا خالتي حاضر. اتخنقت هنا وعايز انزل اخرج مع صحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا كلب البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى. قول لي يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه الاحمد يا خالته؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على اللعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب لي يا دوبك حلو عليك. طب ما انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف تنشر البتاع دي في دي ولما هتفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عمي ماشي وانا موافق يلا. طب ماشي لما تكون جاهز قول يلا. ايه؟ اكيد جد انا عالمي وعاد. قلنا 100 مره الباب لما يخبط حد يفتح لي الماده. بعد اذنك يا بابا.